الزمالك هيجي مدرب اجنبي نورت <applause> قبل يناير ولا في يناير ولا مش هيجي مدرب اجنبي خالص كابتن معتمد جمال مكمل على الاقل لحد شهر يناير على الاقل على الاقل يعني خلاص كده الخبر اكيد ان كابتن معتمد جمال لحد يناير مليون في المية وارد انه يكمل نهاية الموسم انت قلت لي على الاقل كل صح. حاجة واردة ورد كل حاجة واردة بص أوه. انا هقول لك على حاجة هو انا مش معنى ان انا بقول لك ان كابتن معتمد جمال على الاقل لحد يناير الزمالك ما تفاوضش معايا جانب الزمالك نادي مهم بالنسبه لجماهيره جدا او بالنسبه لادارته ان يكون في مدير فني قوي. انا جيت معاك يا كريم وقلت بالارقام الزمالك حاطط بادجت ما بين ال 700 للمليون دولار، <applause> اقصى حاجه مليون دولار بالجهاز. <applause> واتكلمنا انا وانت ان بالخبرات كده، انت تعرف ان في مدرب اجنبي هيبقى المرتب بتاعه ألف دولار في الشهر ويبقى من الفئه الاولى؟ اللي ممكن تجيبها او بالنسبه لمنطقه الشرق الاوسط لا و ألف ايه ده 70 بجهازه بجهازه مثلا مم. هيبقى صعب جدا صح فبالتالي الحاجات اللي بيدور فيها الزمالك او الرقم اللي هو و... و... يعني حاطه او رصده عشان يجيب بيه مدرب اجنبي مش الرقم الكبير اللي يجيب في نفس اللحظه يعني كان في مدربين زي ما قبل ما يمسك نابولي يعني الراجل كان بيفكر ان هو يجي وممكن ياخد 90000 دولار في الشهر ويسوق نفسه في المنطقة العربية بحيث مثلا إنه يتنقل للدور السعودي واضح وصريحة يعني صح. أنا كنت بتكلم يعني مع اللي بيتفاوض معايا بالمناسبة و... 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 كان في مصر هنا عشان كده من الآخر موهوب الزمالك عشان بالتأكيد بي... بي... بيسا... بي الماركت نفسه المنطقة العربية دلوقتي بقت ماركت مهم بالنسبة للناس كلها ف... سواء في أوروبا أو في أمريكا صح. اللاتينية صح. فبالتالي أي حد من الناس اللي كانت ممكن تجيبها لها اسم وسيفي كان هي بدايه مرتبه الشهري بتتكلم في ال 80 90. فالزمالك حسبها. انا عندي الفتره اللي جايه آه بعد التوقف الدولي ده شويه مباريات مضغوطه. مم. مش مضغوطه بنسبه 100% بس عندي ماتشات مضغوطه. طيب هجيب مدرب يتعرف على الفرقه الاقي نفسي خارج المنافسه في الكونفدراليه وهي البطوله الاهم لمجلس اداره نادي الزمالك هذا الموسم؟ آه بالتاكيد لا. مم. يبقى كمل بالناس اللي قدرت تعدي بالفريق في ماتش بيراميدز وياخدوا فرصتهم وعلى راسهم طبعا كابتن معتمد جمال ونشوف في يناير نوصل لايه؟ نقدر نفك القيد نقدر نجيب مدير فني اجنبي تحسب الحسبه ما انت كده كده في توقف كبير بسبب ارتباط المنتخب بمنافسات كاس الامم فعلى الاقل في الوقت الحالي كابتن معتمد جمال مكمل على الاقل لحد يناير. على الاقل لحد, يعني لحد يناير. على الاقل لحد يناير. عظمه جدا. طيب اسالك سؤال صغير كده هل الزمالك مش مستعجل على مدرب اجنبي يقول لك ايه عد شهر شهرين مع كل ديت فلوس هتتشمن عليا واخليها لي شهر يناير شهر اتنين اي حاجه وهيبقى دي باجل وكده فاضل اربع خمس ماتشات لحد كاس الامم في بعض الاصوات داخل اللي طالبت بده وبعض الاصوات الاخرى اللي طالبت طب كابتن معتمد يكمل ونجيب فوق يا جماعه كابتن محمد حلمي او كابتن طارق مصطفى وانا قلت لك ايه كابتن معتمد كان جاي على اساس ان جهاز كابتن شوقي غريب ويتم تكوين جهاز مصر. الفكرة نفسها داخل المجلس لان كابتن حسين لبيب من الحاجات اللي قالها في بداية تولي المهمة في الزمالك القرار هيبقى بالجماعي <applause> مفيش قرار منفرد الزمالك زعل ان طارق مصطفى ما لحقوش؟ ما زعلش بس كان واحد من المدربين اللي ياخدوا الفرصة دي اقصد لو طارق مصطفى كان جاي كان متاح كان هيبقى موجود في الزمالك مليون في المية <applause> <applause> مش مؤقت مش ما هي دي كانت الاختلاف اه ان هو ان الكلام معاه اللي مش رسمي يعني إن كان ممكن يبقى الموضوع بصفه مؤقت وكده فهو طبعا ما كانش حابب الموضوع بالصفه دي آه. وكان في الوقت اللي هيجيبه الزمالك كان خلاص في نفس اليوم مسك البنك ففكره ان هو يعتذر في نفس اليوم هي سمعه عمل طيبه طبعا آه بس خليني أكمل لك ان مجلس الزمالك رفض بالاجماع فكره المدرب المصري خلاص دي اه يا جماعه احنا لو هنعتمد على حد طبعا اعتمدنا <applause> على كابتن معتمد واحد من ابناء النادي قدر يعمل حاجه كويسه في يومين في يومين بس خلاص نكمل مع الراجل اللي هو من ابناء النادي ليه نروح نجيب مدرب مصري مش من ابناء الزمالك والراجل نجح يعني عدى بالفرقه في ماتش صعب جدا طب نسنده وندعمه طالما مش هنجيب اجنبي ايه اللي خلانا نقلب في المصريين